Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences économiques et de gestion comptable. Alors, maintenant, nous avons parlé des cours que nous avons focalisés sur la préparation de l'économie et organisation administrative de l'entreprise. Alors, nous avons parlé aujourd'hui des cours que nous avons focalisés sur la préparation de l'économie et de l'économie générale. Alors, بالنسبة للفيليير ديال سيونس دو جيستيون كونطابل عندهم لي ترافو دو فان ديكزارسيس. كما كنعرفوا ان لي ترافو دو فان ديكزارسيس فيها لي ريغولاريزاسيون دي ستوك, لي زاموغتيسمون, لي بروفيزيون اي لا ريغولاريزاسيون دي شارجي برودوي. الوغ هاد لي ترافو دو فان ديكزارسيس عندكم عليها 14 نقطة. دونك انت في البريباراسيون ديالك حاول تركز على لي ترافو دو فان ديكزارسيس. بالنسبة تاني حاجة عندكم لا بريزونطاسيون دي زيتا دو سانتيز. شنو هما هاد لي زيتا دو سانتيز؟ بحال سي بي سي, بحال البيلون, ايتترا. كاين لي زيتا دي زانفو, دي زانفورماسيون كومبليمونتير, يعني يتيك, يعني لي طابلو, بحال طابلو دي زيموليزاسيون, طابلو دي زامورتيسمون, طابلو دي بروفيزيون, ايتترا. وكاين عندنا لي زيتا دي سولد دو جيستيون. هادو لي زيتا, عندنا لي زيتا دو سانتيز بحال سي بي سي وبيلو, عندنا لي زيتا دانفورماسيون كومبليمونتير بحال يعني لي تيك بحال طابلو دي زيموليزاسيون, طابلو دي زاموغتيسمون, طابلو دي بروفيزيون, وعندنا لي زيتا دو سولد جيستيون بحال تي اف ار, طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا, اي لا كاف, كاباسيتي دوتو فينونسمون. دونك هادو كاملين عليهم 3.5 نقط, دونك 3 ونص, 3 نقط ونصف. ثم المات فينونسيير اخر حاجه اللي ممكن انكم تركزوا عليها بالنسبه للبريباراسيون هي المات فينونسيير. هاد المات فينونسيير فيه فقط جوج نقاط, وهاد المات فينونسيير يختار لكم في لي زانويتي وفي لي زومبران انديفي. دونك انت حاول تركز اكثر على لي طرافو دو فان ديكزارسيس اي لي زيتا دو سانتيز. الى بقى لك شويه الوقت راجع المات فينونسيير. بالنسبه لصحاب السيونس ايكونوميك عندهم بارتي وحده اللي هي لي طرافو دو فان ديكزارسيس, وهاد البارتي ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس عليها 19 اونص. هذيك نصف النقطه اللي كتبقى ديال التنظيم ديال الورقه, حتى هنا غتلقاو 19 اونص, نصف الورقه اللي بقى, نصف النقطه اللي بقات راه ديال تنظيم الورقه. دونك عندهم لي ريغولاريزاسيون, دي ستوك, لي زاموغتيسمون, لي بروفيزيون, ريغولاريزاسيون دي شارجي برودوي, وكاين الكا دو سانتيز اللي بحال عند سيونس ايكونوميك, عفوا سيونس دو جيستيون كونطاب. دونك هاد البارتي كامل ديال طرافو دو فان ديكزارسيس مع لي كا دو سانتيز راه عليها 19 اونس. هما ما عندهمش لي زوبيراسيون فينونسيير, دونك غير ركزوا فقط على لي طرافو دو فان ديكزارسيس مع من طبيعه الحال مع لي كا دو سانتيز, يعني طابلو, يعني البيلون, سي بي سي, يعني يقدروا يقول لك عطي البيلون, عطي السي بي سي ابخي انفونتير, عطي لي طابلو دي زيموليزاسيون, او طابلو دي زاموغتيسمون, او طابلو دي بروفيزيون. الوغ بالنسبه لي كور سيونس ايكو راه الامتحان كيكون عندهم اسهل شويه من صحاب الكونتابيليتي. علاش؟ لان الدروس عندهم قليله بالنسبه للكونتابيليتي. الوغ كان هذا هو يعني واحد التلخيص ديال نقولوا ديال الاطار المرجعي ديال الماده ديال الكونتابيليتي جينيرال, وشنو خصك تركز عليه في البريباراسيون ديالك بالنسبه للامتحان الوطني. الوغ كنتمنى تكون هاد الفيديو هادي نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها في بوزامي, واللي ما اشتركش معنا في القناه تحاول يشترك معنا. نتمنى لكم التوفيق, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.